السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين نقولوا باللي الناس كاين يتكلم على بالك يتكلموا على اللاعبين ويتكلموا باللي غادي نجيبوا اللاعبين غادي نجيبوا، لكن المشكلة ليست فقط مشكلة أسماء أو لاعبين فقط في المنتخب الوطني الجزائري، هذه باش يكون على بالكم. عشان نشوفوا باللي لعابة يعني سوء يعني البلاسمو تاع اللعابة هي المشكلة، راهي في المدرب. على بالنا بلي الناس تنظر مساكين كي نقولوا المشكلة اش عندنا، شكون اللي يدخلوا يكومونتوا عندنا ومداو يولوا كاع يعرفوا كرة القدم كي شوبير يهدر على المنتخب الوطني الجزائري. انا نعرفوا صالح، انا نشوفوا بلي ماشي قضية تاع لاعبين ولا، انا نقول لكم بلي المدرب هذا خرج من المجال التدريب، خرج راه برا على المجال التدريب. نادم لي طفي انت يا طفي انت طفي انت طفي انت طفي انت، هذه مكانش، هذه والله مكانها كاع، هذه والله مكان كاع كاش نورمال عادي. هذه واجب انت تترتل في القران انت يا ولد، هذه مي تكون تمشي هكا في الطريق وتقرا في القران، اي واحد يقول لك السلام راك تقرا وديلوها نورمال، راك تقرا في القران ديلوها، راك تقرا في القران في قلبك هذه وا يعني انت مش ترتل في القران. انا نقول لك بلي خارج مجال التغطيه، ونزيد نقول لكم ونعاود لكم الفوز امام النيجر اللي غادي نربحوها، النيجر غادي نربحوها على الاقل نربحوها بثلاثه ولا كملوا معاهم، النيجر اللي غادي نكملوا معاهم بصح غادي نقول لكم بلي ماهيش معيار. غادي جا هنايا الماتش الاول اللي نهار الخميس، مش انا باغي نهضروا ساكتين، ما هوش معيار كاع فوز وجو وكاو كيسموه ولونترينر ما هذاك. هذه النيجر صاحبي نورمال ما تبينوش بلي فرحان، مانيش فرحان لا، ما نديش ديك الشعبوية الشعب معايا والشعب والشعب لا صفق ما والو. دخلوا البيستي انا نهضر معاكم، تدخلوا البيسي انا نهضر معاكم، كي نروحوا لي زونترينمون الغدوة ان شاء الله تريحوا تباتوا الصباح الغدوة ان شاء الله نهضر معاكم في لي زونترينمون. هذه هي كيما هذه باش نعرفوها. حقيقة نورمالمون نورمالمون كيما هاك، أو انت كي تشوف انت صح اللعابة كاينين، لعابة جاو كاينين منا منا بصح لازم 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 بنادم كيفاش غادي نبلاصو هاد اللعابة. انا قلتها لكم ديك خطرة، قلت لكم النهار اللي زاد عليه غير بن طالب، ما عرفش يبوزي بن طالب، ما عرفش يبوزي وين يلعب، ماشي عارف وين. نهار السويد قلت لكم، نهار المالي والسويد قلت لكم، قلت لكم ماشي عارف. حنا نعرفوا غير شويه كرة قدم، انا ما نعرفش بزاف، انا جاهل، انا ما نعرفش، انا غير شويه كرة قدم برك نعرف غير هكا شويه. انا تما نهضر على اسيست سيمانتين كيما الناس اللي هضروا، انتوما تبغوا ذوك اللي هضروا على اسيست سيمانه، اسيست سيمانه هادو على هدف فلان هدر فلان اللي تربح. المشكلة ليست فقط مشكلة أسماء، وهنا نحن نبتعد عن الإشكال الأساسي وهو طريقة اللعب. فمنذ مباراة بوركينا فاسو وهذا المشرف يلعب بنفس الأسلوب تقريبا ولم يغير شيء، يلعب بخطة لا تناسب لاعبين أو بروفيلهم، يعني ما شاهدنا ما يحطش خطة اللي تناسب اللعابة، يحط في خطة نهار نيجر ربي يقولوا لي كي لعبنا بريمير مي شوف مي مركاونا وتخلطت عليه، مي مركاونا وتخلطت عليه، ربي يقولوا لنا كي يلعب. والله العظيم أنا نهار مباراة تاع نيجر كومبلي قولوا لك يلعب،
خاطش اللعابه ربحوا يعني بالجهد تاعهم برك، هذا مكان يعني ما يحطش خطه يعني وين يلعب بخطه لا تناسب اللاعبين او بروفيل تاعهم. فمره يلعب بخمس مدافعين ومره يلعب بثلاث مسترجعين، اي انه مصر على التحفظ في اللعب امام النيجر. لم يكن الاشكال في التكتل الدفاعي تاع، ما كانش اشكال في الدفاع في التكتل الدفاعي تاع النيجر، لا، بقدر ما كان الاسلوب متحفظ زياده على العاده في الهجوم. كانت وين كانت غائبه كالعاده حضور، يعني نقولوا بلي حضور هذا يعني حضور بنقولوا بلي حضور بنجاح كان مفيد يعني ويعطي حلول ونعطى حلول، لكن سيكون عقيم في ظل يعني الخطه المنتهجه، خاصه لو كان كما رانا حضروا نقولوا قويري ونقولوا نجيبوا قويري ونجيبوا قويري ساعه غادي يجي كلش. حنا من مساندين تاع جلب اللاعبين، تاع جلب اللاعبين من مساندين، خاطش اليوم ناس شادنا ركبوا الموجه، كانوا يقول لك التسيير تاع باراد وصاتشي عاجبنا، انا دروك اليوم يدلقاك جماعه قويري الاخر فلان فلان راهم جاي كنتو تعايروا فيهم، قويري ما خليتولوش، واو لله واو لله. هيا مليح كي راكم تتبعوا في تبعوا الخطوات تاعنا، تبعوا تبعوا يعني تشوف كيفاش ما عندكش تاع. حنا الناس راهم يهضروا على شرقي، يهضروا على قويري ويهضروا منه ويهضروا صح، كون ناسين بلي عندك انت ادم لوناس، عندك انت عندك رشيد غازل، عندك كاين واحد اللعابه عندك بالرحمه عندك، يعني مليح يكون منافسه هذو اللعابه لازم كاع يكونوا. واحد قال لي ما يجيبهم كاع، ونجيبهم كاع الناس عندها 85 لاعب، 85 لاعب يعني وين شادنا خطه اللي يلعب بها هذا المشرف هذا يعني تاع 4-3-3 يعني كي شغل رانا في حكايه افونسي اريال. انا نقول لكم انا الناس راهم يحوسوا يحوسوا كيفاش يدير الكاك. لا جماعه كي يجي عوار وشرقي وايتن وامين قويري غادي ننطلقوا، غادي ننطلق حساب كيفاش راهم يديروا لكم. ويلا بقدوم او لا للمنتخب، من المنتخب الوطني يمتلك مواهب شابه قادره على تحطيم كل الارقام في افريقيا، خاصه اذ استفدنا من خدمات يعني هاد اللاعبين. لكن المشكل وين راه؟ المشكل نبدا نقول لك راه في المنتخب، راه في المدرب. هذه هي ناس تربح في البرازيل وحنايا مازلنا نهضروا على مدرب محدود المستوى، وتقولوا لي 2019 ونقول لكم الزهر برك. هذا هو، هذه هي، هذه يا خويا خاطر موراها بدلنا والو. قال لك 35 مباراة يا ودي، 35 مباراة تحسب لعبنا الشامبيونة، هذه كي تلعب شامبيونة احسب 35 مباراة. الطليان فانيك 37 مباراة ما راحوش كوب دي موند، قصابو ربدو ديك 37 عطاوها كاش واحد وقالوا له خلونا نروح كوب دي موند، واو لله. هانتوما راكم يا ودي اللي حنايا اللي قلنا مدرب كيفاش ينوع اللعب، على هذا المدرب هذا ان ينوع في خطط اللعب والاحترام الزائر يعني احترام الخصم، خاطش على هو شاف بلي النيجر غادي يربحها. الناس يحضروا يقول لك ويجي فلان ويجي فلان، يا ودي احنا مشكلة تاعنا ما راهيش في كوني يجي فلان ويجي فلان، مشكلة تاعنا راهي مش عارف كيفاش، مش عارف هو اصلا مشي ما كاش باغي يجيب هاكا ديريكت، ويبغي يجيب بالحبه يحطها، هذا ما كان يبغي بالحبه زوج، حبه وزوج وصعيد، ربع سنين ينيغوسي كل ربع سنين يجيب لكم شحبات، هو كان باغيها كيما قلت
وين نقولها لكم ونعاودها لكم، حنا نحن الان نملك مدرب محدود ان لم نقل ضعيف. المشكله ليس في اللاعبين، ما التعليق اخويا. ما تنساوش اعطونا جيم كومونتير، بارطاجونا لي فيديو تاعنا، ولي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ودائما معكم بجديد. صحيتو خوتي.